نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وتتابعون فيها. 8 قتلى وعشرات الجرحى في تفجيرين انتحاريين في منطقة سيدة زينب في ريف دمشق، وتنظيم الدولة يتبنى العملية. القوات العراقية تعلن سيطرتها على صبيحات والفلاحات غربي الفلوجة، وتنظيم الدولة يباغتها بهجوم يسفر عن قتلى وجرحى. القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق تعلن سيطرتها على ميناء سرت شمالي البلاد. أهلا بكم إلى هذه النشرة، ونستهلها من سوريا، حيث قتل 8 أشخاص وأصيب عشرات آخرون في تفجيرين متزامنين استهدفا منطقة السيدة زينب في ريف دمشق. وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار الأول كان بواسطة سيارة ملغمة واستهدف شارع 60 في المنطقة، بينما نفذ الانفجار الثاني انتحاري يرتدي حزاما ناسفا عند مدخل السيدة زينب. وقد تسبب الانفجاران بدمار كبير في المنطقة، وقد أعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن العملية. ونبقى في سوريا، حيث لقي 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي روسي على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الجنوبية. كما شنت طائرات روسية غارات على بلدة عين جارة في المنطقة، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة عدد آخر من الأشخاص. كما شهدت أحياء عدة في ريف حلب قصفا جويا من قبل قوة النظام، واستهدفت الغارات أحياء بستان القصر والميسر وباب الميسر وطريق الباب، مما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية في حلب بأن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية أطبقت حصارها على مدينة منبج في ريف حلب الشمالي من الجهات الأربع، بعد غارات كثيفة شنها التحالف الدولي على مواقع تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في المدينة ومحيطها. وأضافت المصادر أن القوات الكردية سيطرت خلال المعارك على قرى طحنة وسعيدية والعسيلية في الجهة الغربية لمنبج، وسط استمرار نزوح السكان منها هربا من المعارك. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف ضد تنظيم الدولة بريت كومجر، أو بالأحرى ماكجرغ، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية أطبقت سيطرتها على المدينة استعدادا لاقتحامها من دون إعطاء جدول زمني لبدء العملية. ينضم إلينا عبر سكايب من حلب الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد. ياسين، إذا القصف مستمر على حلب، انقل لنا الصورة بشكل أوضح، وهل هناك من جهود إغاثة؟ أين تنشط؟ نعم، مساء الخير. نفذ الطيران الحربي غارات مكثفة منذ فجر اليوم مستهدفا أحياء باب النصر والمواصلات والقاطرجي والكلاسة وبستان القصر والميسر والحيدرية بمدينة حلب، ما أسفر عن استشهاد شخص في حي كلاسة وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى وقوع شهداء في حي السكري. كذلك يعني استهدف الطيران الحربي مدن وبلدات أورم الكبرى وحيان وعندان وكل جبرين وكفر حمراء ومعارة ومنطقة آسيا في ريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى قبتان جبل وعنجارة وكفر ناها بالريف الغربي. كما أنه يعني ما تزال اشتباكات مستمرة في منطقة القراصي وخان طومان والحميرة في الريف الجنوبي في تلك المنطقة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها وفصائل جيش الفتح من جهة أخرى. كما ألقى الطيران المروحي حوالي 16 برميلا متفجرا على منطقة الملاح بريف حلب الشمالي دون معلومات عن وقوع إصابات، بالإضافة إلى استهداف طريق الكاستيلو الطريق الوحيد لمدينة حلب بعشرات الغارات الجوية، وأيضا بالإضافة إلى استهدافه بالبراميل المتفجرة وقذائف الدبابات. نعم، وعن جهود الإغاثة، يعني هل هناك إمكانية لإنقاذ هؤلاء الجرحى؟ هل هناك يعني إسعافات أولية أو متقدمة في حلب؟ طبعا الوضع بالنسبة للوضع الطبي وبالنسبة للوضع الإغاثي بشكل عام في مدينة حلب
هو سيء جدا. طريق الكاستيلو هو طريق يعتبر طريق وحيد يعني للمدنيين. هذا الطريق يقصف على مدار 24 ساعة وأيضا مستهدف من تلة المضافة. يعني تقريبا نستطيع أن نقول أن حلب محاصرة ناريا عن طريق يعني عن طريق المنفذ الوحيد للمدينة وهو الكاستيلو. الوضع سيء جدا، هناك نقص في الأدوية، نقص في الأطباء. يعني هناك الكثير من الكوادر الطبية تحتاجها المدينة، مدينة حلب. بالإضافة إلى ذلك يعني هناك تخوف من بعض سيارات وشاحنات الإغاثة أن تدخل إلى داخل المدينة لعدم استهدافها على طريق الكاستيلو. يعني تقريبا الوضع نستطيع أن نقول أن المدينة هي مدينة محاصرة، لكن يعني ناريا أو صعب الوصول إليها بسبب استهداف النظام كل الآليات التي تتحرك على طريق الكاستيلو، الطريق الوحيد للمدينة. شكرا جزيلا لك من حلب الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد. دخلت إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق قافلة مساعدات غذائية وطبية بإشراف الأمم المتحدة، وتعد هذه المرة الأولى التي تتمكن فيها المنظمة الدولية من إدخال المساعدات إلى المدينة منذ عام 2014. وتتألف القافلة من 39 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وأدوية ومستلزمات طبية مختلفة. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا إن لدى البعثة خطة لإخراج الحالات المرضية الصعبة من مناطق الغوطة، وإنها تبحث كيفية تسيير عيادات طبية متنقلة في المناطق المحاصرة. إلى العراق الآن، حيث أفادت مصادر محلية بأن 14 من أفراد القوات العراقية قتلوا في هجوم شنه ما يعرف بالدولة الإسلامية شمال غربي مدينة الفلوجة. ومن جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن القوات العراقية سيطرت اليوم على منطقتي الفلاحات وصبيحات غربي الفلوجة بعد معارك عنيفة مع التنظيم. وقد أفاد مصدر عسكري في وقت سابق بأن الجيش بدأ عملية عسكرية لاستعادة المنطقتين بمشاركة مقاتلي العشائر، في حين بدأت أفواج درع الفلوجة في عملية اقتحام منطقة النساف غربي الفلوجة، وذلك في إطار المعارك التي تخوضها القوات العراقية بهدف استعادة المدينة. معارك ضارية تقودها القوات العراقية بمواجهة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على محاور عدة في مدينة الفلوجة. قيادة عمليات الأنبار ومنذ ساعات الصباح الأولى أطلقت عملية عسكرية يقودها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لاستعادة مناطق غربي المدينة، ولم تمضي ساعات على انطلاق العملية حتى أعلن العبيدي إحكام السيطرة على منطقتي الصبيحات والفلاحات في المحور الغربي للفلوجة بدعم جوي من طائرات التحالف الدولي. هذا التقدم كلف القوات العراقية خسائر بحسب تأكيدات مصادر محلية، والتي أفادت بمقتل 14 عنصرا من القوات العراقية في هجوم شنه عناصر التنظيم شمالي غربي الفلوجة. وعلى صعيد متصل، تقول القوات الأمنية العراقية إنها بسطت طوقا أمنيا واسعا في مناطق غربي الفلوجة، ما دفع عناصر التنظيم للانسحاب باتجاه منطقة النساف التي تتقدم فيها القوات العراقية. ومن المحور الجنوبي، تمت السيطرة على جسر البعلوان بحسب تصريحات قائد الفرقة الثامنة العميد عبد الحسين سوادي، الذي أكد التقاء قواته بقوات قيادة عمليات بغداد بعد السيطرة على الجسر الواقع في الضفة الغربية لنهر الفرات. وبالتوازي، تستمر موجة النزوح من مدينة الفلوجة، حيث أكدت قيادة عمليات الفلوجة نقل المئات من الأسر النازحة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لمخيمات عامرية الفلوجة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على مصير الآلاف من سكان المدينة الذين أكدت منظمة الأمم المتحدة أنهم يتعرضون لانتهاكات من قوات مسلحة تدعم القوات العراقية. قتل 12 جنديا وأصيب 40 آخرون من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية خلال مواجهات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في مدينة سرت غربي البلاد. وقد أفاد مصدر عسكري بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق سيطرت على منطقة السواوة بالكامل وميناء سرت البحري بعد معارك عنيفة مع التنظيم.
ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا معتز الخريف. معتز، إذن يبدو أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تحقق المزيد من الانتصارات في معاركها لاستعادة سرت. نعم، هي كذلك فعلا بعدما تمكنت في وقت متأخر من ليلة الأمس من السيطرة على ميناء سرت البحري بالإضافة إلى منطقة سواوة. ذلك يأتي بعد اشتباكات مع عناصر تنتمي لما يعرف بتنظيم الدولة. أيضا ذلك يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بالقرب من وعلى بعد كيلومترين تحديدا من مجمع واجدوغو الذي يتخذه تنظيم الدولة أو ما يعرف بتنظيم الدولة المقر الإداري الرسمي في المدينة، وهو يقع في وسط المدينة. هذا التقدم على الأرض معزز وجاء بعد غطاء جوي من سلاح الجو الذي يقلع من القاعدة العسكرية أو القاعدة الجوية مصراتة، والذي قام يوم الأمس بست طلعات وست غارات قام بها على مناطق بالقرب من جزيرة أبو هادي والمناطق المحيطة في تلك يعني في ضواحي مدينة سرت. في ذات السياق وفي حصيلة ما أودت به الاشتباكات الخاصة بيوم الجمعة وأيضا في وقت متأخر من يوم الخميس، أودت بحياة قرابة 11 من عناصر القوات التابعة لغرفة العمليات الخاصة، بالإضافة إلى جرح حوالي 35 عنصرا آخر. حسب معلومات وردتنا في ذات السياق بأن نقل هؤلاء الجرحى من ليبيا إلى خارج ليبيا تعذر بسبب عدم منح تراخيص أو منع الطيران طيران الإسعاف من المرور على الأجواء الأوروبية إلى تركيا، ومن ثم تعذر نقل هؤلاء الجرحى إلى مستشفيات يمكنهم أن يتم تلقي العلاج بها. شكرا جزيلا من طرابلس مراسلنا معتز الخريف. وفي اليمن، أفاد مراسلنا باندلاع معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين في مديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. وقال مراسلنا نقلا عن مصادر ميدانية إن المواجهات امتدت إلى منطقة الصفراء في مديرية بيحان المجاورة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في صفوف الطرفين. شهدت الجبهة الشرقية في محافظة تعز اشتباكات متقطعة خلال ساعات الفجر الأولى بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة والحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وأفاد مراسلنا بأن المواجهات تركزت في مناطق ثعبات والجحملية العليا، وقد جدد الحوثيون قصفهم العشوائي على أحياء سكنية عدة في تعز، لا سيما أحياء الروضة وزيد المشكي. ينضم إلينا للمزيد مراسلنا في صنعاء خليل القاهري. خليل، نتوقف معك عند طبيعة ومجريات هذه المعارك في تعز وفي شبوة. نعم، ربما شبوة كانت خلال ساعات الليل هي الجبهة الأسخن من خلال تجدد المواجهات مرة أخرى في عدد من المناطق التابعة لمديرية عسيلان، التي تشهد بين الوقت والآخر تجددا للاشتباكات بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق من جهة والمقاومة الشعبية من جهة ثانية. ولكن هذه المواجهات ربما توقفت فجر هذا اليوم وتقطعت بعد ذلك أو عادت متقطعة بين الوقت والآخر بين متعز، بالإضافة إلى تجدد المواجهات في الجبهة الشرقية وتحديدا في ثعبات والجحملية العليا ومناطق الكمب والعسكري. فقد شهدت المنطقة الغربية وتحديدا في المناطق الغربية تحديدا تجددا لهذه المواجهات، وخاصة في منطقة مقبنة التي تقع على الطريق بين تعز والحديدة. هذه كانت هي الجبهات الأسخن، ولكن أيضا هناك تطورات فيما يتعلق بسقوط قتلى من تنظيم القاعدة. فقد أفادت بعض المصادر في محافظة مأرب بسقوط عنصرين من عناصر تنظيم القاعدة، وذلك نتيجة غارة لطائرة أمريكية بدون طيار استهدفت عربة كانت تقلهما في محافظة مأرب شرق اليمن، بالإضافة إلى سقوط قتيل من عناصر تنظيم القاعدة في المدينة الخضراء في مدينة عدن جنوبي اليمن. سجلت أيضا هنا في صنعاء تحليقا مكثفا لطيران التحالف خلال الساعات الماضية دون أن تسجل أي غارات جوية حتى هذه اللحظة. شكرا لك خليل القاهري مراسلنا في صنعاء. ونشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مبادرات شبابية في قطاع غزة تنشط خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
أهلا بكم من جديد. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل عائلة الأسير الفتى مراد الدعيس في قرية بيت عمرة جنوبية مدينة الخليل في الضفة الغربية. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال اندلعت في البلدة خلال عملية الهدم. وفي غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة محافظات أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين من مدينتي الخليل وطول كرم. تنشط خلال شهر رمضان العديد من المبادرات الشبابية لمساعدة الفقراء وتقديم يد العون للمحتاجين في قطاع غزة. تكية غزة هاشم هي الأولى من نوعها في القطاع، تسعى لتوسيع مساحة عملها الخيري الذي يعتمد على تبرعات فاعلي الخير. في هذا المكان المتواضع وسط مدينة غزة يعمل هؤلاء الطهاة ومعهم عدد من المتطوعين الشباب على تجهيز وجبات طعام للفقراء والمحتاجين من سكان الحي وأحياء أخرى في المدينة. يبلغ عدد الشباب المتطوعين ما يقارب 30 شاب في محافظة غزة، وهناك المزيد من طلبات التطوع. المتطوعون هم يعني أولا للعلم هم أغلبهم من العائلات المستورة والفقيرة، لكنهم يساهمون في تغيير الوضع الاجتماعي الظالم في قطاع غزة الناتج عن الحصار المفروض علينا. تكية غزة هاشم هي التكية الأولى من نوعها في القطاع، تعمل منذ 4 أشهر لكن عملها تضاعف في شهر رمضان وفق القائمين عليها. اليوم في شهر رمضان المبارك التكية تعمل يوميا في مدينة غزة وأيضا في مدينة خان يونس بواقع ما يقارب 400 إلى 500 أسرة يوميا، أي ما يصل إلى 3000 فرد يوميا من خلال فرعنا في غزة وفي الجنوب. يعتمد عمل هذه التكية على تبرعات فاعلي الخير من داخل القطاع وخارجه، فهم يقدمون اللحوم بأنواعها والأرز ومستلزمات تجهيز الطعام وصولا إلى تكاليف تأمين وصول الطعام إلى المحتاجين. تعد مثل هذه المشاريع الخيرية مصدرا لتوفير الطعام للعائلات المعوزة في شهر رمضان بقطاع غزة الذي فاق تعداد سكانه ممن هم تحت خط الفقر حد 40%. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. والآن إلى جولة في جديد الأخبار الاقتصادية. تعود البدايات الأولى للتنقيب عن الذهب في مصر إلى عصر الفراعنة، ومع الإمكانيات الكبيرة ما زال قطاع التنقيب عن الذهب متراجعا في مستوى استثماراته بنسبة 1% فقط من الناتج الإجمالي المحلي المصري. وبوجود منجم واحد فقط هو منجم السكري، تتراجع رغبة المستثمرين الأجانب مع التعنت الحكومي بالتمسك بشروط اتفاق مشاركة الإنتاج غير المشجع استثماريا. تراجعت أسعار النفط عن المكاسب الأخيرة التي حاقتها متجاهلة حال الهبوط الواضحة في مستوى المخزون النفطي الأمريكي، في وقت زاد فيه عدد المنصات النفطية النشطة في السوق الأمريكية. تراجع سعر WTI لعقود شهر تموز يوليو بمقدار $1.34 إلى مستوى $49.22. أنهت الأسواق الأوروبية نشاطها الأسبوعي على قراءة سلبية شاملة وسط المخاوف المتنامية للخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل أسعار الفائدة في منطقة اليورو. قاد مؤشر داكس الألماني وجهة الهبوط الأسبوعية الشاملة بين المؤشرات الأوروبية بنسبة 2.3% متخليا عن 10,000 نقطة. شهدت بورصة لندن خطوة الإصدار الأولى في تاريخ السندات الحكومية الصينية بقيمة 3 مليار يوان لثلاث سنوات وبقيمة عائدات ب3.28%. تمثل الخطوة الأولى للسندات الصينية في الأسواق المالية العالمية أهمية كبيرة بالنسبة لليوان ولتتبع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الصيني. تكللت خطوة الاختبار الأولى لتوسعة قناة بنما بالنجاح ضمن التحضيرات الأولية لتدشين مشروع توسعة القناة في 26 من الشهر الجاري بكلفة إجمالية وصلت إلى $5.2 مليار. يذكر أن مشروع توسعة قناة بنما سيزيد قدرتها الاستيعابية 3 مرات وسيزيد من دخلها السنوي
ب 1.4 مليار دولار. أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أو آر بي لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية أن 55% من البريطانيين يعتزمون التصويت لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المسمع إجراؤه في 23 من الشهر الجاري، مقابل 45% منهم يؤيدون استمرار عضوية بلادهم داخل الاتحاد. ونوهت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أن هذه النتائج تعكس ارتفاعا ملحوظا في نسبة مؤيدي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وذلك على الرغم من تحذير خبراء اقتصاديين من أن خروج بريطانيا ستكون له آثار سلبية على اقتصاد المملكة وعلى الاتحاد الأوروبي كذلك. أبرز أخبار الدوريات العربية والعالمية تتابعونها في الجولة الرياضية التالية. يواجه المنتخب الويلزي نظيره السلوفاكي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا 2016، ويعول المنتخب الويلزي على تألق نجم ريال مدريد غارث بيل للخروج بنقاط المباراة الثلاث ومواصلة المشوار في مشاركتها في أول بطولة كبرى منذ 58 عاما، بينما تعتمد سلوفاكيا على لاعبيها المحترفين وعلى رأسهم مارك هامسك ومارتن سكيرتل للذهاب بعيدا في البطولة. التواجد في البطولة يعد أمرا رائعا، خصوصا بعد ابتعاد ويلز عن البطولات الكبرى لفترة طويلة. نطمح إلى الاستمتاع بهذه التجربة وتقديم أداء مميز، ونأمل أن نسعد جماهيرنا الوفية. ونبقى في اليورو، حيث يطمح المنتخب الإنجليزي لتحقيق الفوز الأول له في مباريات الافتتاحية ببطولات الكأس الأمم الأوروبية عندما يلتقي نظيره الروسي في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية. ولم يسبق للمنتخب الإنجليزي أن حقق الفوز في أي من مباريات الافتتاحية بالبطولات الأوروبية خلال الثماني نسخ الماضية، ولن يكون تحقيق الفوز بالأمر السهل الليلة أمام الدب الروسي الذي يشارك بتشكيلة تعتمد على النجوم المحليين في الدوري الروسي. نسعى للفوز بجميع المباريات، ونود أن تكون انطلاقتنا قوية. يجب علينا الفوز على المنتخب الروسي مهما كلف الثمن، وسيكون من الجميل أن تكون النتيجة مصحوبة بأداء مميز أيضا. انتزع المنتخب التشيلي حامل اللقب فوزا صعبا على نظيره البوليفي بهدفين لهدف واحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا، وانعش المنتخب التشيلي آماله في رحلة الدفاع عن اللقب القاري حيث حصد أول 3 نقاط له في المجموعة. وفي لقاء آخر قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني لاكتساح نظيره بنما بخماسية نظيفة بتسجيله لهاتريك بعد أن بدأ على مقاعد البدلاء، لتحصد الأرجنتين العلامة الكاملة في المجموعة ويضمن منتخب التانغو التأهل للدور المقبل. يسعى المنتخب الأمريكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف منتخب الباراغواي الليلة في لقاء مصيري في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا. اللقاء سيحدد هوية المنتخب الذي سيرافق كولومبيا للدور المقبل، وتحتاج الولايات المتحدة للتعادل على أقل تقدير، بينما يتعين على الباراغواي الفوز من أجل بلوغ الدور المقبل. وفي لقاء آخر تواجه كولومبيا التي ضمنت التأهل نظيرتها كوستاريكا التي تحتاج إلى معجزة لأجل التأهل إلى ربع النهائي. شهد قطاع الإنتاج الدرامي في تركيا مؤخرا مشاركة رجال أعمال أتراك في بطولة بعض المسلسلات التركية الموجهة للمشاهد العربي بغية إنعاش السياحة في البلاد، والتي تدنت مستوياتها في السنوات الأخيرة بسبب التدهور الأمني والصراعات والحروب في بلدان مجاورة لتركيا. صناعة السينما التركية باتت بوابة يروج من خلالها للسياحة، فتأخذ المشاهد في حلقاتها بجولات تزيد من حماسته في التوجه لطبيعتها الخلابة. ولم يقتصر الأمر على السائحين، بل أصبح بعض الممثلين العرب مولعين بإنتاج أعمالهم في تركيا. أعتقد أن ذلك واقعي. الكثير من الناس في الشرق الأوسط يحبون أردوغان ويرغبون في القدوم لتركيا من أجل التقاط صور مع أبطال هذه الأعمال الدرامية التركية.
إخراج وإنتاج هذه البرامج وانتقاء مواقع التصوير لم تأتي محض صدفة، فهي سلسلة متكاملة لبرنامج ترويجي بحسب ما يقول رجل الأعمال التركي سردار علي أبيض، والذي يؤدي دور البطولة في مسلسل البيت الكبير الذي يعرض على شاشة TRT. بعد أن أسقطت تركيا طائرة روسية بدأت أفكر باعتباري محترفا في العمل السياحي في وسائل تسهم في إنعاش القطاع، ومن هنا جاءتني فكرة تصوير مسلسل تلفزيوني للسوق العربي في أنطاليا قلب السياحة التركية. ميزانيات إنتاجية ضخمة ومواقع سياحية لتصوير المسلسلات جعلت منها مادة دسمة قد تشبع رغبات الباحثين عن الجمال والمتعة في وقت أضحت الحاجة إليها أكثر، خاصة بعد تراجع قطاع السياحة التركية بسبب الوضع الأمني المتردي والتوترات السياسية بين أنقرة وموسكو. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا وإلى اللقاء.